السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء، محاضرتنا اليوم ما هي حول الأدوية المستخدمة لعلاج السمنة أنتي أوبستي دراجز. مثل ما نعرف أنه السمنة تكون ناتجة عن انعدام التوازن بين كمية الأكل أو الغذاء اللي يتناولها الشخص وكمية أو مقدار الفعاليات اللي يقوم بها، يعني الجهد أو كمية الحرق اللي راح تكون مصاحبة لهذا الفعالية من خلال الفعاليات اليومية الحياتية مثلا مختلفها. زيادة الوزن لها أسباب هواية، ممكن يكون إنه أسباب غذائية الدايت، يعني imbalance food الغذاء الغير متوازن اللي يكون به قليل الألياف، اللي يكون به خلينا نقول الفاتي ميلز الوجبات السريعة، هذه كلها عوامل مهيئة. ممكن إنه يكون يعني الشخص مثلا ما يتمرن أو ما عنده حركة يعني كافية، يعني حركته كلش قليلة، يكون مثلا أكثر يعني يكون دائما يعني مثلا قاعد أو حركته قليلة، ما يمشي مثلا، يستعمل السيارة يروح الدوام، يعني يكون كلش خلينا نقول lazy بالactivities. ممكن تكون أسباب وراثية، مثل ما في حالة إنه ممكن عندنا تكون أكو resistant للليبتين، ممكن تكون حالات مرضية منها مثلا هايبوثايرويديزم اللي هي والكوشنج سيندروم أيضا سبب ثاني. فالأسباب هواية، لكن شلون نعالجها طبعا وليش نعالجها؟ طبعا الفكرة أنه من معالجة الأوبيسيتي أو علاج السمنة أنه بسبب مخاطرها على الصحة بصورة عامة، يعني ممكن أنه هي يعني predisposing factor بالنسبة للكارديوفاسكولار ديزيز، الأوسترو أرثرايتس وغيرها يعني. فلهذا كان من الضروري أنه تعالج حتى يوصل الشخص للوزن الطبيعي، يعني ضمن مؤشر كتلة الجسم بالنسبة لكل شخص، حتى بالأخير النت ريزلت إنه حتى يعني يكون يعيش حياة عمر أطول ويكون healthy as much as possible. شلون تتحدد السمنة؟ تتحدد من خلال مقياس مؤشر كتلة الجسم اللي هو عادة نسبة معينة بين إنه وزن الشخص وطوله، وعادة حسب طبعا هي ستاندرد لما يكون up to 24.9 يعتبر within normal أو it's okay، more than 25 راح تكون راح يكون الشخص overweight وبيك طبعا class 1 class 2 class 3 والobesity طبعا. وعلاجها ممكن انه يكون يكون ممكن يعتمد على lifestyle change، انه الشخص يغير عن طريق غذائه، يعني introduce more exercise، او ممكن انه نستخدم الادويه والحالات الشديده كلش، ولاست اوبشن راح يكون هو السيرجري وامثله هوايه عندنا. بصورة عامة الأدوية اللي تستخدم لتريد أوبسيتي نقسمها إلى مجموعتين، الأروكسيات أو مثبطات الشهية، ومجموعة ثانية اللي هي الليبيز إنهيبيترز اللي مثال عليها الزينيكال أو الأورليستات. بالنسبة للمجموعة الأولى اللي تشمل الفنترمين الدايتيلبروبيون عند السيبوترمين، ميكانيزم اوف اكشن او شلون يشتغلون، يعني من خلال انه زياده انتاج النوربرفرين والدوبامين من النيرف تيرمينال، ويعمل على انه تثبيط اعاده امتصاص الترانسميتر او النواقل العصبيه، وبالتالي يقلل مستواها بالبرين. طبعا من هو هذه النواقل العصبيه اللي مذكورة؟ بالنسبة للدايتيلبروبيون
similar effect عندنا. أما السيبوترامين اللي هو يختلف شوية راح يكون يثبط أنه مستويات أو إعادة امتصاص السيروتونين والنورفرين درجة أقل نوعا ما الدوبامين. السيبوترامين ما يعتبر نيوروترانسميتر ريليز إنهيبيتر. طبعاً الـ duration of activity هاي تعتمد على الـ formulation أو الـ خلينا نقول بالنسبة للـ drugs. الـ dithypropion يكون سريع الامتصاص ويكون يعني undergoes extensive first pass metabolism. its metabolites are excreted mainly in the kidney. بالنسبة للسيبوترامين أيضا undergoes first pass demethylation ويتحول convert to active metabolites واللي هي تكون مسؤولة أو responsible for its pharmacological effect. يعني إنه كانت برودرك after demethylation راح ينطينا الأكتيف أو المادة الفعالة. طبعاً كل all the aspirin أو مثبطات الشهية طبعاً هذه تستخدم تحت إشراف الطبيب. من أهم أو most common side effect يكون dry mouth, headache, insomnia and others. وممكن يكون عندنا زيادة بالعدد ضربات القلب وممكن يكون elevated blood pressure or hypertension. أو فلهذا أنه cannot be prescribed for patients with hypertension. ده شخص عنده ضغط أو CVD arrhythmias ما نقدر ننطيه. بالنسبة للفنترامين it's found to be associated with heart valve disorders and pulmonary hypertension. طبعا drug interaction this group interact with MAO inhibitors فلهذا cannot be given together. وأيضا السيبوترامين should be avoided in patient taking مثبطات السيروتونين الانتقائية مثل فلوكسيتين أو سوماتروتين وغيرها. أيضاً عن drug interaction with enzyme inhibitors like ketoconazole, erythromycin and cimetidine so it should be avoided. Second drugs اللي هو الأورليستات يعتبر أول the first drug استخدم لعلاج الأوبيسيتي. هو طبعا مثبط لللايبيز. هو عبارة عن بانتونيك أسيد إستر يعمل على تثبيط اللايبيز المعدي والبنكرياسي. فش راح يسوي؟ راح يسوي يقلل من تكسير الدهون حتى تصير جزيئات صغيرة أو تمتص. فبما أنها تبطف راح تبقى أنه large molecule وبالتالي ما راح تمتص. الأورليستات طبعا result in decreased fat absorption حوالي 30% ويعتبر فعال بخسارة الوزن طبعا.
من أهم السايد إفكت اللي موجودة ويا الأورز أو الزينيكال، هو معروف باسم زينيكال، راح تكون عندنا جي آي تي سيبتانز، ويكون عندنا أويل سبوتينج، فلاتشلنس اللي هي يعني تكون عندنا غازات ويا الديشارج، و with increased defecation. من مساوئ الزينيكال انه انترفير او يتداخل مع امتصاص الفيتامينات الذائبة بالدهون الأديك، فهذا ينطينا في التحذير، وايضا البيتا كاروتين. بسرعة من الأورليستات يكون محظور استعماله بالأشخاص اللي عندهم أو اللي يعانون من سوء متلازمة سوء الامتصاص وانسداد القنوات الصفراوية. هذا ما يخص محاضرتنا اليوم، وأي شيء طلاب تقدرون تتواصلون معي على تليجرام أو بالجوجل كلاس.